هل يلزم إتمام الصيام إذا كان الصائم يقضي أياما من رمضان ثم رغب أن يفطر ويجعل بدل هذا اليوم يوما آخر؟ معروف عند العلماء أن من شرع في فرض يلزمه تماما ولا يجوز الإفطار إلا العلة كمرض الأصابع ونحو ذلك كفارة حدث، وإلا فالواجب عليه أن يتم الصوم المفترض كقضاء رمضان والنذر يتمه ولا يفطر فيه إلا من علة تبيح.